سوف تكون مضاربتية بحتة. كما قلت لك، عندما تشاهدين ظاهرة إغلاق الشركات على النسب العليا خلال الدقائق الأولى، مباشرة تعرفين الانطباع الذي سوف يسود السوق. لكي تنتعش عملية المضاربات، لابد أن يكون هناك استقرار في الشركات القيادية. ولكن كما قلت لك، أنه هذه الأجواء من المضاربات مسموح لها فقط أن تكون موجودة لمدة أسبوع أو أسبوعين، لأنه خلال تقريبا العشرة الأيام القادمة سوف تطغى عملية ظهور النتائج على وتؤثر أكثر على الشركات القيادية الكبيرة التي لها أرباح، أما سوليديرتو أو غيرها أو أنعام، فهي أساسا ليس لها أرباح، إنما تتحرك بناء على إرادة مضاربينها. كما انتهت في إكسا التعاونية، الآن نجدها في شركة ثانية. عملية انتقال للسيولة المضاربتية من سهم إلى سهم، وهذا شيء معروف لدى المضاربين، ولكن النتائج للربع الثاني أنا متأكد أنها خلال العشرة أيام القادمة سوف تكون قادرة على كبح جماح هذه المضاربات. نعود إلى القطاعات كما كنت أتحدث معك قبل الفاصل. بالنسبة للقطاع العقاري اليوم أيضا، كيف ينظر إلى أسهم هذا القطاع؟ طبعا كما نعلم شركاته محدودة، وبالتالي هناك طفرة في هذا القطاع في السوق السعودية. هل يتم التركيز على أسهم هذه الشركات، أم أنها يعني لا يتم أخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار، مسألة المشاريع الجديدة القادمة وأيضا حاجة السوق إلى المزيد من الوحدات السكنية؟ أنا لا أشاهد أساسا أن الشركات العقارية لدينا تستفيد من النمو العقاري أو النمو الموجود في السوق. معظم الشركات العقارية نسب الأرباح الموجودة فيها ونسب النمو المحققة فيها لا تتواءم إطلاقا مع نسب النمو في الأسواق العقارية لدينا، لا تستفيد نهائيا من هذه السوق الشاسعة. لذلك تشاهدين معظم الشركات العقارية لدينا، أما أنها ذات أرباح محدودة من 10 سنوات، لسبب وحيد، أن هذه الأرباح انعكاسا قيمة وحدات تأجيرية تقوم بتأجيرها منذ سنوات طويلة. هذا الكلام ينطبق على العقارية، هذا الكلام ينطبق على شركة مثل شمس، هذا الكلام ينطبق. أو نذهب إلى بعض الشركات الأخرى مثل دار الأركان التي كانت تعتمد على استراتيجية أو على فكر معين في عمليات البيع العقاري، وهو البيع على المخطط والبيع حتى قبل استلام الفلوس ومن غير أي قروض. الآن بعد أن تم تعديل نظام المخططات لدينا ونظام الوحدات السكنية، أصبح لابد أن يكون هناك مبلغ معين، أصبحت تضطر إلى القروض. الآن تلاحظين من بين وقت لآخر هناك طرح لسندات لدار الأركان، يبحثون عن السيولة بشكل مستمر. أنا لا أعتقد أن القطاع العقاري لدينا مغري، لا للمستثمرين ولا حتى للمضاربين، رغم أني أحيانا أشاهد بعض الحركة ولكن لا تعكس شيء. طيب أعود معك إلى أيضا مسألة بعض الأخبار اليوم. زين السعودية نرى عليها بعض التحركات مؤخرا، كان بالنسبة للأسبوع الماضي واليوم مع البداية الأكثر نشاطا. كما نعلم نهاية الشهر الحالي سيكون هناك نهاية مدة الفحص الفني النافي للجهالة لتحالف المملكة القابضة وبتلك البحرينية شراء حصة زين الكويتية في زين السعودية. ما الذي تتوقعه لهذه الصفقة؟ أسباب هذا التركيز على السهم أيضا مؤخرا؟ أنا لا أتوقع إلا شيء واحد فقط، أنه تم استغلال هذا الخبر وتم استغلال هذه القضية في عمليات مضاربات في شركة زين وشركة المملكة أكثر من مرة منذ تم إعلانه حتى الآن. تم استغلال عملية رفع رأس المال في شركة الأسماك التي بدأت مراحلها منذ 3 سنوات عدة مرات خلال هذه 3 سنوات. لا أتوقع أي شيء، ولكن كل ما أقوله شيء واحد، سوف تفقد هذه الشركات جزء كبير من مصداقياتها إن لم تنتهي هذه الصفقات، إن لم تنتهي هذه الصفقة بشكل شفاف وعادل للمتداولين ولهذه الشركات. نعم. إذا أخيرا بالنسبة حتى نهاية الشهر الحالي، هل سنبقى بنفس المعدل بالنسبة للسيولة أم سنرى ارتفاع في القيم نوعا ما لربما تصل إلى 4 مليارات، تحديدا أنها بقيت دون هذا المستوى لفترة طويلة؟ نحن كنا في رمضان نسجل 2 مليار وبالكاد نصل إلى 2 مليار، الآن نحن تخطينا 3 مليار، هذا شيء جيد، أتمنى استمراره. هو المعدل الطبيعي للسيولة أن يكون في حدود 3 مليار، من الطبيعي أن يحصل ارتفاع خلال الفترة الأولى لعودة السيولة، الناس متشوقة لعمليات المضاربات. أيضا شيء آخر، هناك عمليات تدوير كبيرة تتم الآن في الشركات التي تشاهدينها أنعام وسوليديرتو والشركات التي تغلق، لكي يستطيع المضارب الصعود بها لا
لابد أن يقوم بعمليات تدوير، لذلك يحصل تضخم بزيادة 25% عن السيولة الطبيعية للسوق الاعتيادية.